متحف الفن المعاصر ببرلين يستضيف معرضاً استعادياً للرسامة التشكيلية السويدية هيلما أفكلينت مبتكرة الفن التجريدي. فإحدى اللوحات المعروضة يعود تاريخها إلى عام 1906، أي أنها تسبق بسنوات أعمال كادينسكي ومونديريان. الأعمال تنم عن تفاؤل كبير، هناك الكثير من الضوء وبالتالي الأمل، وهو ما لا نجده عادة في هذا النوع من الفن التجريدي، خاصة في ألمانيا حيث تكون اللوحات حزينة بعض الشيء. هذه اللوحات مليئة بالأمل، الأمل في القرن 21. ولدت هيلما أفكلينت عام 1862 في ستوكهولم، حيث درست الفن التشكيلي في الأكاديمية الملكية السويدية للفنون الجميلة، وبرعت في رسم المناظر الطبيعية والبورتري، ثم بدأت في رسم أعمال تجريدية تحت عنوان لوحات للمعبد. وفيما استمر نجاح أعمالها التصويرية العلنية طوال حياتها، أوصت كلينت بأن لا تعرض أعمالها التجريدية إلا بعد وفاتها بعشرين سنة. هذه اللوحات كان يمكن رسمها في عصر البوب في الستينات أو حتى في الثمانينات، إنها لا تشبه لوحات رسمت قبل 100 عام. معرض هيلما أفكلينت، الفنانة التي تجرأت على التفكير بطريقة سابقة لزمانها، يتواصل في متحف الفن المعاصر ببرلين حتى شهر أكتوبر المقبل.